اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق شيئين هناك خطأ ما عيب محاولة لاحقا. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإدارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شيئين. سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق شيئين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شيئين، سيظهر معنا على هذا الشكل. سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا